لجنة الإشراف على الانتخابات هي إحدى أهم اللجان داخل المؤتمر، لأن نتائجها كان يعول عليها، خاصة وأننا أمام إحدى أهم الأهداف المرسومة للمؤتمر الوطني الخامس، وهي تجديد هياكل الحزب، الهياكل الوطنية للحزب. إذن لذلك رغم كل التعب الذي عرفه إذن أعضاء لجنة الإشراف، فالأمر كان يهون. كذلك هذه اللجنة كانت مهمة لأن عليها يقع الحرص على الديمقراطية الداخلية أو تعميق الديمقراطية الداخلية، ولحسن الحظ أننا وفقنا في التقدم خطوة أخرى إذن في هذا الجانب، سواء على مستوى بناء اللوائح الانتخابية أو كذلك على مستوى الحرص على نزاهة العملية في رمتها. العملية الانتخابية أو عملية الانتخابات برمتها تأثرت كذلك بواحد العدد من العوامل لربما هي خارج اللجنة، ولكن تحكم إذن المؤتمر، حكمت المؤتمر كما حكمت. غادي نسرد إذن بعجالة هذه الظروف. الأولى هي شح الموارد. تعرفوا بأننا درنا المؤتمر بصفر درهم، طبعا كانت الإرادة أقوى من كل حصار مضروب على الحزب في التمويل العمومي، واستطعنا بكل تأكيد إذن بتضحيات المناضلات والمناضلين أن نمر إلى المؤتمر وأن ننجز المؤتمر وأن نضع بين أيديكم الآن هذه النتائج. الأمر الثاني هو ضيق الزمن. طبعا هذا تحدي كنا خديناه، كان عندنا المدة صغيرة قصيرة ديال التحضير، واستطعنا كذلك إذن أن ننجز فيه العمل، وإن تأثرت إذن كما قلت إذن بعض الأشغال حتى من هذه الانتخابات إذن في هذا الأمر. ثلاث شهور لم تكن إذن بالمدى الزمني الكبير لإعداد الجانب التنظيمي، كان نظر على الجانب التنظيمي ماشي الأدب، الجانب التنظيمي، خاصة أن عملية الانتداب استغرقت شهر. شهر طبعا إذا حيدنا إذن الزلزال وتعويضها إذن بأسبوعين آخر، وهذاك الشهر الذي أمضيناه إذن في عملية الانتداب. للأسف من العوامل الأخرى هي واحد الضعف ديال البنية الاستقبال. احنا دابا في المغرب عندنا يلا بوزنيقة، أو اللي عنده الفلوس يمكن يدير المؤتمر في جهات أخرى، وبوزنيقة الآن حسب تقديري غير مناسب إذن لإقامة مؤتمرات وفي جو تنظيمي سليم، فيه صعوبة لا ديال الإيواء ولا ديال الجلسات العامة ولا ديال الجلسات الخاصة إلى آخره. والعامل الأخير هو الطارئ الذي عشناه إذن يوم الأحد، الطبيعي طبعا تلك الزوباعة وانقطاع الكهرباء إذن ببوزنيقة لمدة 4 ساعات، كان تأثيرها كبيرا إذن على سير الأشغال وتأخير الأشغال ديال عملية لجنة الانتخابات. إذن مع ذلك إذن ننتقل إذن للسير. إذن بالنسبة للعمل ديال لجنة الإشراف على الانتخابات، شرعت إذن في عملها يوم السبت إذن ابتداء من الساعة 5 أعددنا كل شيء، وبدأنا إذن في عملية تلقي الترشيحات مع الساعة 8، يعني عمليا لا ماشي مع 8، إذن إعداد ورقة أوراق إذن الترشيح إذن الساعة 8. الساعة 11:30 إذن انطلقت عملية تلقي الترشيحات، توقفت عند 2:30 ليلا صباح الأحد. وقع إذن مسك إذن هذه اللوائح وإعدادها إذن لكي تصير قابلة للنشر إذن في صبيحة يوم الأحد على الساعة 7، قدمت إذن على الساعة 9 إذن، أو نشرت على الساعة 9 إذن لتقديم الطعون والملاحظات إلى غاية 10:30. طبعا هنا مشى الكهرباء بالرغم إذن من التعديلات اللي درنا، إذن توقفنا إذن عن الأشغال تقريبا إلى غاية ما بعد 2:30 بعد الزوال. استأنفنا إذن العمل وبدأنا إذن في العملية ديال الانتخابات
مباشرة إذا مع الساعة الثالثة هكذا بتدرج. طبعا ما درناش في دفعة واحدة بل عبر الجهات حسب البعد لأنه كان ضيق الوقت، إذا بغينا نمهلو رفاق. وبالمناسبة فخور جدا بصمود المناضلات والمناضلين أثناء المؤتمر رغم كل تلك الظروف. كنقول الظرف قاسي عشناه في بوزنيقة يوم الأحد، وصمد إلى الرفاق ليكون عدد المصوتين طبعا أقل بكثير إذن بثلث الحاضرين أثناء المؤتمر، إذن 724 بقوا 1560 للتصويت، وكان إذن كما قلت صمود حقيقي. إذن عملية ديال التصويت بدأت وانتهت مع جوي العاشرة والنصف أغلقنا كل مكاتب التصويت وانتقلنا إذن إلى عملية الفرز مباشرة. وستستمر إذن عملية الفرز في اليوم الأول إلى غاية ثالثة من صبيحة الاثنين. كان فيها تجريب وإعداد وتمرين للجميع إذن الذين كانوا حاضرين لنستريح باش يستريحوا بعض الرفاق اللي ما نسوش. طبعا أخذنا إذن ثلاث ساعات ولا أربع ساعات إذن الاستراحة، واستأنفنا العمل إذن صبيحة الاثنين مع الثامنة والنصف. انطلقنا إذن ولم نتوقف إلا عند 11 ليلا، وكنا قد أنهينا جميع العمليات المتعلقة إذن بالفرز والعد والمسكي إلى آخره، وأعلننا النتائج في 11:30 أو 12 للأسف ما كنتش عقل داخل مركز الاستقبال بوزنيقة بحضور تلة من المناضلات والمناضلين. إذن كان تقريبا عدد الساعات اللي استغرقناها إذن غير في الفرز 19 ساعة متواصلة إلا تلك الأربع ساعات التي توقفناها ليلة الاثنين، وذلك بطاقم لا يتجاوز 15 مناضلة ومناضل قاع يوم ملك اللغة. إذن تلك هي الظروف وتلك إذن هي سيرورة العمل. النتائج التي أعلناها إذن في البلاغ الصحفي الأول كانت واضحة، إذن 198 عضو منتخب إذن لعضوية المجلس الوطني ومنتخب، طبعا ضمنهم اللائحة الوطنية. إذن بالنسبة لنا ارتأى المؤتمر إذن أن نتعمق كما قلت لكم في الديمقراطية الداخلية، وأن نميل باتجاه تمثيل الجهات والفروع. فكان إذن كانت المسطرة هي 50% من عدد المؤتمرين للائحة الوطنية، طبعا يمثل فيها إذن فئتي الشباب والنساء ب 25%، واللائحة الجهوية تمثل ب 50% كذلك، وتمثل فيها إذن نسبة الشباب والنساء ب 25%. واللائحة الجهوية ممثل فيها كذلك الفروع. حاولنا إذن أن نقوم إذن بعمل جبار إذن في هذا المجال، وهو كذلك صعب علينا عملية أخرى كان ممكن إذن أننا ننجحوا فيها، للأسف ما بديناش الإعداد لها، هي التصويت الإلكتروني لتعقيد عملية التصويت ومسطرة التصويت التي اعتمدناها. نتمنى إذن في المؤتمر السادس أن ننجز المهمة بالشكل التالي. إذن هذا 198 طبعا راه غادي يضاف لهم واحد الحصة رغم أنه الخارج ممتل، إذن المسطرة كتعطيهم واحد الحق في واحد التمثيل في واحد الحد، ثم سينضاف إليهم ممثل القطاعات، هادو كتسموا بالصفة ممثل القطاعات وممثل المكاتب الجهوية. إذن هاد 198 كما قلت توزيع ديالها، غادي نبدا بواحد الإحصاء ديال نسبة التدفؤ أو التجديد، نسبة التجديد داخل هاد الهياكل. إذن بالنسبة العدد الأعضاء المعاد انتخابهم من ضمن 198 عندنا 74 فقط 74، وأعتقد إذن أن هذه هي المرة الأولى التي
سنعرف فيها نسبة تجديد أكبر. عدد الأعضاء المنتخبون لأول مرة 124، لتكون نسبة تجديد 62.63. ضمنهم أي تجديد في نسبة النساء 66.07 والذكور 61.27. طبعا هذا التجديد انعكس حتى على الجهات، اذا كيمكن نقراو حتى في جانب الجهات، ولكن ليس اذا هناك ضروره لذلك، غادي نخليه. بالنسبه للجنس، اذا طبعا عندنا تمثيل ديال اللائحه النسائيه، ولكن مع ذلك احنا فقنا ذاك الرقم اللي ديال 25. طبعا 25، اذا عندنا 28.28 نسبة تمثيل النساء في اللائحة ديال 198. غادي يكون التمثيل ديال النساء أضعف كلما بعدنا شوية على المدار الحضاري أو على المراكز الكبرى. إذا غادي تكون الدار البيضاء بكل تأكيد، والرباط في بالعكس الرباط والدار البيضاء في المقدمة. إذا الرباط ب 36.67 إذا في المئة، كانت نسبة مشرفة جدا، والفضل يعود للرفيقة سميرة طبعا اللي متواجدة في المنطقة. وكاين الدار البيضاء بكل تأكيد اللي 32.73، غادي يكون المجال أضعف بحال درعة تافيلات، لأنه المجال قروي وكاين تهميش وكان من صعوبة كذلك حتى في تقديم الترشيح. إذن هذا على مستوى السن. إذن على مستوى السن، قلت على مستوى الجنس، على مستوى السن. إذن على مستوى السن، أعتقد أننا تقدمنا كذلك هذه المرة. إذن بالنسبة لأقل من 37 سنة، يعني بالنسبة للشباب 36 فما دون. طبعا احنا ما دايرينش المعيار ديال قانون الاحزاب اللي هو 40 سنه، احنا دايرين 36 سنه. اذا هاد 36 سنه ممتله ب 35.35%، وهي نسبه جد مهمه، نتمنى اذا اننا نستمروها بكل تاكيد اذا في القادم الايام. اذا ضمنهم الاناث 9.60%، اللي تبقى للذكور 25.76. إذن دائما الشباب، إذن في المقدمة كاين الدار البيضاء في 19 شاب. بالنسبة ل 37 درنا واحد التفيق نسبيا بين 37 و45، غادي نلقاو 19.19 تقريبا 20%. وبالنسبة لي إذن هذا إلا زدناها على 35% تقريبا راه الجزء الكبير داخل الجسم ما زال شابا بمعايير ديال السن، ماشي بمعايير ديال شباب القلب والروح، ما راه مازالين شباب كثار معنا. بين 46 و60 كانت عندنا 33.33، 33.33. اذا كذلك قلت ما بين، إذا خدينا إذا هذا المتوسط الأعمار الوسط ما بين الشباب الصغير إذا قد 36 وما بين 60، غادي نلقاو عندنا واحد القوة كبيرة ديال المناضلات والمناضلين. إذا عندنا 33 إلى زدنا عليها ديك 19 تقريبا هي 50 بعد المعيار، يعني أكثر من 60% من 60 سنة ماشي 60% أكثر من 60 سنة لم يتبقى إلا 12.12. ظهر الحق. إذن هذه هي النسب، ضمنهم الإناث 1.52، إذن باقيين غير الذكور. إذن هذه هي المجموع المعطيات التي وددت إذن أن أقدمها للرفيقات والرفاق، وكذلك إذن لكل الرأي العام من خلال الصحافة. يبدو إذن أن نسبة تجديد زائد نسبة تأنيث زائد نسبة تشبيب، كنعتقد إذن أنها خطوة
نجحنا إذن على الأقل في أن نتقدم بها نحو مهام المستقبل. إذن يبدو إذن أننا لدينا كل إمكانيات، أنا كنقولها للحزب ككل ولكن القيادة القادمة، لدينا كل إمكانيات لضمان الانتقال الذي كنا نأمل فيه إذن ونناقشه أثناء المؤتمر الخامس ليكون إذن المؤتمر السادس محطة أقوى بكثير إذن من هذه، ولتكون إذن الفترة الفاصلة فترة إخصاب وفترة معارك حقيقية وبناء لتنظيم كذلك كما اتفقنا. شكرا.